على اخر بارت عندنا ان شاء الله الكونتينيتي اوف فانكشن اون ان انترفال. لما يديني انترفال يا شباب ونشوف، عايز اشوف الكونتينيتي بتاعتها كونتينيوس ولا ديس كونتينيوس ولا ايه. تمام، اول حاجه لو انا عندي الفانكشن ديت يا شباب بولينوميال، يعني انا عندي اكزامبل زي كده فانكشن بولينوميال زي كده، يبقى اشوف هي هل كونتينيوس ولا لا. قلنا البولينوميال دايما تبقى ايه، كونتينيوس كونتينيوس على ايه، اون اور، دايما تبقى كونتينيوس اون اور. طب لو اداني يا مستر دلوقتي اي انترفال، اي انترفال مثلا من 2 ل 5، اقول له برضه كونتينيوس من 2 ل 5. ليه يا مستر؟ لان دي بولينوميال، البولينوميال دايما هتبقى ايه، هتبقى كونتينيوس اون اور. طب لو عندي فانكشن زي كده هتبقى ايه، كونتينيوس. هتبقى كونتينيوس. ليه يا مستر؟ لان انا عندي فراكشن دي كونستانت فانكشن. يعني ايه كونستانت فانكشن؟ يعني لما اجي اعملها ريبريزنت هو الاف اوف اكس اللي هي ايه، اللي هي الواي. الواي ايكوال كام؟ يبقى الواي ايكوال 3. باجي عندي 3 واعمل ستريت لاين. طب هل الفانكشن دي، هل يا مستر فيها اصلا فيها اوبن دوت او فيها جامب او فيها اي حاجه؟ هل فيها اي حاجه من ده؟ لا يبقى دي تبقى ايه، كونتينيوس. طب الفانكشن دي بقى، دي راشونال بقى، لما اجيب الدومين بتاعها هتبقى ايه؟ بجيب ازاي الدومين لما يكون عندي راشونال فانكشن؟ r minus a set of zeros. للدينومينيتور، يبقى لازم اجيب الدينومينيتور يا مستر. ادي اهو، ادي اكس سكوير ماينس 5 اكس بلس 6 ايكوال 0. نقول اكس واكس والساين دي بوزيتيف بلس 6، هتبقى 2 ساينز ذا سيم ساين اوف ميدل تيرم، و2 مالتبلاي 3 يبقى الاكس ماينس 2 ب 0، يعني اكس ايكوال 2، اكس ماينس 3 ب 0، اكس ايكوال 3. يبقى تطلع دايما كونتينيوس اوف كل انريل نمبر اكسبت ما عدا ايه؟ ما عدا 2 و 3، لان ما ينفعش يبقى الدينومينيتور بكام؟ ما ينفعش يبقى الدينومينيتور ايكوال 0، ما ينفعش الدينومينيتور يبقى ايكوال 0. هنا دي الفانكشن دي هجيب ازاي اعرف كونتينيوس ولا لا؟ هجيب الدومين بتاعها هي كونتينيوس. هي فين دلوقتي يا مستر؟ هي كونتينيوس في كل الريال نمبر اكسبت سيت اوف زيروز للدينومينيتور. طب هل يا مستر في سيت اوف زيروز للدينومينيتور دي؟ لا لا. ليه؟ عشان ما فيش x power 2 equal negative. يبقى ايكوال نيجاتيف 5، يبقى الاكس ايكوال روت النيجاتيف 5 اللي هي 4، ما عنديش فاليو تخلي الدينوميتور بزيرو، يبقى ار اكسبت ما فيش فاليو خالص، يبقى هي ار. يبقى ديت يا مستر كونتينيوس فين؟ كونتينيوس اون ار في كل ريال نمبر، في كل ريال نمبر. اوكي تمام. تمام. يبقى لما يكون عندي بولينوميال فانكشن، يكون عندي راشونال فانكشن، او يكون عندي حتى روت، حتى لو انا عندي روت اهو اف اوف اكس ايكوال كيوب روت اكس بلس 5، يا مستر انا هشوف هل هي يا مستر الدومين بتاعها هي كونتينيوس اون ار. الدومين بتاع الفانكشن دي بيبقى ايه؟ نيجاتيف فايف. دي كيوب روت. هل الكيوب روت، انا قلت الكيوب روت الدومين بتاعها بيبقى ايه؟ ار على طول. قلنا كيوب روت، فيفث روت، سيفن روتس، طالما النمبر دوت اود نمبر يبقى على طول ار. ليه؟ لان اندر كيوب ينفع يكون اي فاليو، ينفع تكون بوزيتيف وينفع تكون نيجاتيف. يعني لو الاندر روت دوت مثلا 100 ليه كيوب روت، نيجاتيف 100 ليه كيوب روت، 10 ليه كيوب روت، نيجاتيف 10 ليه كيوب روت، 0 ليه كيوب روت. مفيش حاجه نمبر في الدنيا ملوش كيوب روت، كل النمبر في الدنيا ليها كيوب روت. بينما لو قال لي كده يبقى دي كونتينيوس اون ار. لو قال لي كده سكوير روت اكس بلس 5، لا يا مستر ما ينفعش اللي اندر روت يكون غير اما بوزيتيف فاليو او زيرو.
يعني ما ينفعش غير يكون بوزيتيف فاليو او زيرو، يعني جريتر ذان اور ايكوال ايه؟ جريتر ذان اور ايكوال زيرو، ما ينفعش يكون نيجاتيف. يبقى ودي دي الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، يبقى الاكس جريتر ذان اور ايكوال نيجاتيف 5، يبقى الاكبر من نيجاتيف 5 اللي هي بوزيتيف انفينيتي، يبقى من نيجاتيف 5 لبوزيتيف انفينيتي، دي كلوزد ودي اوبن. يبقى فروم نيجاتيف 5 لغايه ايه؟ لغايه بوزيتيف انفينيتي، لغايه بوزيتيف انفينيتي. اوكي تمام. بيجي يقول لي هنا يا مستر، لو انا عندي فانكشن زي كده اللي هي ساين او كوزاين او تان اف اوف اكس ايكوال ساين اكس، اف اوف اكس ايكوال كوزاين اكس، اف اوف اكس ايكوال تان اكس. اوكي قال لي يا مستر الساين او كوزاين او التان دايما دايما دول الاتنين مع بعض هيبقوا ايه؟ هيبقى يا مستر الدومين بتاعهم ار، يبقى كونتينوس اون ار. ليه يا مستر كونتينوس اون ار؟ حط اي فاليو للساين، حط اي فاليو، اي فاليو اشوف هتنفع ولا لا. حط ساين 0 تنفع ليها فاليو، ساين 1 تنفع، ساين 2 ساين 3 ساين 90 ساين 180 ساين نيجاتيف 1 ساين نيجاتيف 2 ساين نيجاتيف 100 ساين نيجاتيف 180، اي فاليو الاكس هنا هتلاقي الساين هيطلع لك لها فاليو، يبقى الدومين هيطلع هنا ار، يبقى على طول يا مستر هي كونتينوس اون ار. نفس الكلام في الكوزاين، نفس الكلام في الكوزاين هتبقى كونتينوس اون ار. حتى لو شفت الرسمه بتاعت الساين او الرسمه بتاعت الكوزاين، بص الرسمه بتاعت الساين استمر معايا كده، هل لقيت فيها اوبن دوت او فيها اي حاجه او فيها مستر جامب، ولا على طول هي متصله على طول هي كونتينيوس؟ continue. يبقى كونتينيوس فين يا مستر؟ اون ايه؟ اون اور في كل ريال نمبر. بينما الكوزاين، بص رسمه الكوزاين، رسمه الساين بتبدا من الزيرو، لان ساين زيرو لما الاكس، لما الساين زيرو تبقى بزيرو، لما الاكس تبقى بزيرو الواي بزيرو، تمام؟ وهي طبعا لما الاكس يا مستر عند الباي اوفر 2 هتطلع هنا ايه يا مستر؟ ب 1، يعني ساين 90 بكام؟ ساين 90 ب 1، وساين باي ساين 180 ب 0، تمام؟ وساين دي 3 باي اوفر 2 هتطلع هنا بنيجاتيف 1. الفاليو اقصى فاليو للساين بتبقى احنا عارفين فروم الفاليو بتاعتها من نيجاتيف 1 ل 1، من نيجاتيف 1 ل 1، تمام؟ تبقى الفاليو بتاعتها من نيجاتيف 1 ل 1، النيجاتيف 1 دي اقل فاليو، ال 1 دي اكبر فاليو. حط يا مستر اي فاليو عندك في الدنيا هتطلع الساين دايما الفاليو بتاعتها من نيجاتيف 1، حط ساين 90 الساين 90 هتطلع يا مستر ب 1، حط ساين 180 هتطلع ب 0، حط ساين 270 هتطلع بنيجاتيف 1، اند سو اون. بقى اي فاليو، اي فاليو هتطلع من بتوين نيجاتيف 1 ل 1، عمره ما تطلع ولا اقل من نيجاتيف 1 ولا اكبر من ال 1. نفس الكلام للكوزاين، نفس الكلام للكوزاين. الكوزاين هو يا مستر ببدا منين؟ ببدا من 1. ليه يا مستر بتبدا من 1؟ عشان كوزاين 0 بكام؟ عند الكوزاين 0 بكام؟ لو عملتها كالكوليتور هتلاقي ايكوال كام؟ هتلاقي ايكوال 1. يبقى الكوزاين تبدا رسمتها من هنا اهو، تبدا رسمتها من هنا، ده 1 طبعا، ده نيجاتيف 1 طبعا، الحته دي باي اوفر 2، لان هنا يا مستر بص يا حبيبي عند الكوزاين باي اوفر 2 يعني الكوزاين 90، لو جبت الكوزاين 90 بالكالكوليتور هتلاقي ايكوال كام؟ ايكوال 0، هتلاقيها ايكوال 0. الكوزاين 90 ايكوال 0 والكوزاين 3 باي اوفر 2 ايكوال 0، يعني ايه يا مستر؟ يعني 270، يعني 270، يعني انت قصدك يا مستر كل ما بزود 180 بيبدا باي اوفر 2، كل ما بزود 180 الكوزاين الفاليو بتاعتها تبقى بزيرو؟ اه يا حبيبي، سواء زودت 180 او قللت 180، اوكي؟ لان دي كلها اسمها ايه دي؟ دي كلها اسمها ايه؟ ايه؟ كويس. طب يا مستر رسمة التام بتكون عاملة ازاي؟ حاضر، دي كلها دي اسمها ايه؟ اسمها one period، يعني فترة كاملة، والفترة الكاملة بتكون فاليو بتكون بكام يا مستر؟
بس لو عنده ستيكس دي اوكي، يبقى دايما يا مستر الساين والكوزاين، الساين والكوزاين هتكون الفاليو بتاعتها بكام يا مستر؟ هتكون الفاليو بتاعتها بار. بص بقى التام بقى، رسمة التاني اهو يا عم الحاج، ادي رسمة التاني. ايه ده يا مستر رسمة التاني دي يا مستر؟ بص يا حبيبي، هل في رسمة التان عندك دي كونتينيوس؟ بص في رسمة الساين كلها كونتينيوس كلها متصلة، في رسمة الكوزاين برضو كلها ايه؟ كلها متصلة على المقار. طب رسمة التان اه متصلة يا مستر، ما عدا ايه؟ ما عدا الفاليو دي، عند الفاليو دي، عند الفاليو دي، عند الفاليو دي. طب ايه الفاليو دي يا مستر؟ هنا اهو، عندي هنا يا مستر، عندي هنا يا مستر، عندي هنا يا مستر. يبقى الرسمه حصل لها ايه يا مستر؟ اتفصلت، انفصلت، انفصلت، انفصلت فين؟ انفصلت عند باي اوفر 2. طب ليه يا مستر انفصلت عند باي اوفر 2؟ ليه انفصلت عند 3 باي اوفر 2؟ ليه يا مستر ما حصلهاش كونتينيوس عند 5 باي اوفر 2؟ عشان كده يا حبيبي، هي التانية عباره عن ايه يا شباب؟ تان اي انجل تمام؟ ايكوال ايه؟ ساين اوفر ايه؟ ساين اوفر كوساين. ساين اوفر كوزاين. الساين دايما تبقى كونتينيوس اون اور، لان هي موجوده فين؟ موجوده في الدينومينيتور. طب يا مستر الفانكشن دي في دينومينيتور، يبقى يا مستر في ار اكسبت السيت اوف زيروز ليه؟ طب ايه الكوساين الفاليو اللي بتخلي الكوزاين اكس ايكوال زيرو؟ ما انا مش عايز تبقى بزيرو، مش عايز تبقى زيرو. امتى الاكس تبقى ايكوال الكوزاين اكس ايكوال زيرو؟ قال لي يا مستر ناين. الكوزاين اكس تبقى ايكوال زيرو عند ال 90، 90 بس. لا يا مستر انت قلت لي معلومه، كل ما بزود كام؟ 90 باي اوفر 2 لا لا، كل ما زود كام؟ قلت هاف بيريود، كل ما زود 180 اهو 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 اهو. بص يا حبيبي في الكوزاين اهو امتى بزيرو؟ عند ايه؟ باي اوفر 2. لما ازود نص بيريود هاف بيريود يعني 180، يبقى 3 باي اوفر 2 يعني 270. هاف زيرو اهو، ازود تاني هتلاقي هنا اهو، هتلاقي هنا بزيرو برضه، هتلاقي هنا اهو. لو قللت 180، لو قللت هنا يا مستر 180 تاني، لو قللت 180 تالت، يبقى كل ما بقلل 180 الاقي يا مستر الكوزاين بتاعتها بزيرو. يعني ايه قصدك يا مستر؟ قصدي يا مستر ان يا مستر الفانكشن دي كونتينيوس كلها اكسبت، اكسبت ايه يا مستر؟ اكسبت الباي اوفر 2 بلس باي ان. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو ال ان دي بزيرو يبقى الار ديفرنس باي اوفر 2 بس، لان ده هيتكنسل. طب لو ال ان ب 1 يبقى الار ديفرنس الباي اوفر 2 بلس باي، يعني انا زودت 180. طب لو ان ب 2 يبقى الار ايه الديفرنس؟ الباي اوفر 2 بلس باي مالتبلاي اي 2. واضح؟ تمام. تمام. يا شباب هنا احنا خدنا واحنا صغيرين، خدنا حاجة اسمها ايه؟ صغيرين يعني السنة اللي فاتت اسمها ايه دي؟ اسمها اليونت سيركل. وقلنا اليونت سيركل دي، دي سيركل اتس ريديوس ايكوال كام؟ 1 1. الريديوس بتاعها 1 يعني اهو، وتكون السنتر بتاع السيركل اللي هو ايه؟ مركز الدايره اللي هو ايه يا شباب؟ اللي هو الاوريجن بوينت. فدوت يعتبر اي لاين سيجمنت هيترسم من السنتر لاي بوينت على السيركل اسمه ايه؟ اسمه ايه ده؟ اسمه ريديوس. ودوت اسمه ريديوس. وقلنا يا مستر يونت سيركل، ذا سيركل اتس ريديوس ايكوال 1 اند اتس سنتر اوف سيركل، مركز السيركل دي اللي هو الاوريجن بوينت. فاي يا مستر اهو، اي انا عندي سيركل ده السنتر بتاعها، هتعمل دوت ده اسمه ريديوس، ده ريديوس، ده ريديوس، ده فانا ده ريديوس، ده ريديوس، ده ريديوس، وكله ريديوس بكام؟ وكله ريديوس ايكوال 1. فدوت ب 1. طب ده ناحيه الليفت، ناحيه النيجاتيف، يبقى ايه؟ نيجاتيف 1. ده نازل تحت، نازل تحت يبقى بكام برضو؟
بنيجاتيف 1. البوينت دي الكوردينيت بتاعتها الاكس 1 والواي ب 0. البوينت دي الاكس ب 0 والواي ب 1. البوينت دي بكام؟ دي الاكس بكام؟ هنا اي بوينت موجودة على الواي اكسس الاكس بتاعتها بزيرو، اي بوينت موجودة على الاكس اكسس الواي بتاعتها بزيرو، تمام؟ يبقى انا عندي الكوزاين، الكوزاين يا شباب كانت اكس ولا واي؟ اللي هي ايه؟ فانا هنا عندي هنا يا شباب الانجل هنا بكام؟ بزيرو. الانجل هنا ب 90 اللي هي باي اوفر 2، الانجل هنا 180، الانجل هنا ب 270. الكوزاين اللي هي الفاليو بتاعت الاكس، الفاليو بتاعت الاكس اهو، الفاليو بتاعت الاكس امتى بزيرو يا شباب؟ امتى بزيرو؟ في دي ولا دي ولا دي ولا دي؟ عند انجل كام؟ عند انجل 9 تو ايه؟ وانجل 170. 270. يبقى عشان كده وكل ما هزود، طالما المسافه بينهم، المسافه بينهم 180، افضل ازود 180 على طول الاقي على طول بزيرو. يبقى مستر الكوزاين زيرو، الفاليو بتاعتها البدايه بتاعتها باي اوفر 2 بلس، كل مره بزود باي ان، بزود 180 180، تمام؟ طب يا مستر الكوزاين سيتا اللي هي الاكس، اللي هي الاكس، اللي هي الاكس امتى يا مستر بتكون 1؟ الاكس امتى ب 1 يا شباب؟ 90 لا ما تقنعيش. الاكس اهو، زيرو. الاكس لا اهو مش 90. تبقى بكام؟ ما عندكش غير زيرو، انجل زيرو ايه اهو ب 1 اهو، الاكس ب 1 اهو، الاكس ب 1 اهو، هنا ب 1، هنا ب 0، هنا نيجاتيف 1، هنا ب 0، يبقى عندي انجل 0 بس. حتى لو عملت على الكالكوليتر جيت كتبت كوزاين 0 اديك 1، مفيش فاليو بتطلعها ب 0 غير 1 بس يا مستر. طب يا مستر يبقى السوليوشن بتاعها هيبقى امتى يا مستر؟ اللي هي عند ايه؟ عند الزيرو. حلو قوي. وكل ما ازود كام يا شباب؟ هل لما ازود 90 هتطلع ب 1؟ هل لما ازود 180؟ هل لما ازود 270؟ لا يا حبيبي، لما ازود 2 باي 0.6. ازاي يا مستر؟ بص يا حبيبي اهو، اهو يا حبيبي الرسمه يا حبيبي اهو. الرسمه بتاعت الكوزاين اهو. صحيح؟ دي باي اوفر 2. تمام اهو. ببدأ من هنا. ليه؟ لأن الكوزاين 0 بكام؟ ب 1 اهو، عند الاكس ب 0، ما دي الاكس ب 0، الاكس ب 0، كوزاين 0 بكام؟ كوزاين 0 ب 1 يا مستر. اوكي دي باي اوفر 2، دي هتبقى هنا دي، دي باي، تمام، دي 3 باي اوفر 2. طب وهنا يا مستر؟ ديت يا مستر 2 باي هنا. يبقى انا يا مستر كل ما زودت ايه؟ زودت دوره كامله 1 بيريود اهو، دي يعتبر كوارتر بيريود، ودي هاف بيريود، والبارت دوت كوارتر، يبقى ده كوارتر وكوارتر وهاف، يعني بزود 1 بيريود. 1 بيريود يعني كام؟ يعني 360. يبقى يا مستر انا دلوقتي من غير ما يبص يا مستر دلوقتي الكوزاين سيتا ايكوال 0، الكوزاين سيتا ايكوال 1، الكوزاين سيتا ايكوال نيجاتيف 1، الكوزاين سيتا ايكوال 0، الكوزاين سيتا يعني الواي ب 0. امتى الواي ب 0؟ لما يبقى موجود على الاكس اكسس بالاخر، على الاكس اكسس، تمام. سوري، الكوزاين سيتا اللي هي الاكس، امتى الاكس ايكوال 0؟ لما تبقى موجوده على الواي اكسس اللي هو ده، لما تبقى موجوده على الواي اكسس. طب الواي اكسس ده ليها تو فاليو، واحده ب 90 واحده ب 270، يبقى المسافه بينهم من بعض كام؟ 180. بكتب الصغير بلس وازود 180، تمام. امتى الاكس بتبقى ب 1؟ الاكس بتبقى ب 1 اكيد على الاكس اكسس، اكيد على الاكس اكسس، الاكس تبقى ب 1 اكيد عند الاكس اكسس. طب الاكس اكسس اللي هي عند ايه يا مستر؟ اللي هي عند الزيرو. طب يبقى بزود كام يا مستر تبقى ب 1؟ بزود 100 باي اوفر باي ان، سوري 2 باي ان،
بزود ايه 2 باي يعني 360، بزود 360. طب يبقى اسيبها 0 بلس 2 باي ان. طب ما 0 بلس اي حاجه بنفس الحاجه. اوكي طب امتى بتكون نيجاتيف 1؟ بتبقى بنيجاتيف 1 عند ال 180، عند ال 100 يعني ايه؟ يعني باي. وكل ما بزود كام؟ برضو 2 باي ان، بزود دوره كامله. واضحه؟ تمام يا شباب. تمام. طب الكلام ده هيفيدني في ايه يا شباب؟ بص يا حبيبي، لو جايب لي فانكشن زي كده، هتقول لي الاب دي اللي فوق دي كونتينيوس ولا لا؟ واللي تحت برضو كونتينيوس يا مستر. تمام بس ايه يا مستر؟ اكسبت سيت اوف زيروز للديمينيتور، يبقى ار كونتينيوس ما عدا الفاليو تخلي الديمينيتور بزيرو. امتى الساين اللي هي يا مستر الاكس ساين اكس امتى بتكون بزيرو؟ زيرو لما تكون الانجليزي زيرو. ايه تاني؟ ولا فاليو تاني لما ازود 180 باي، يعني بكل ما ازود 180 يا مستر الفانكشن بتبقى بزيرو. يبقى بكتب الفاليو الصغيره اهو بلس باي ان، الفاليو الصغيره بلس باي ان، ان انا بزود ايه؟ بزود كل مره باي ان. يبقى يا مستر 0 بلس باي ان هيديني باي ان اهو. حط الان بزيرو هيبقى 0 ملتبلاي باي باي بزيرو. يبقى يا مستر الفانكشن كلها بتبقى يا مستر كونتينيوس مع اكسبت الار ديفرنس الباي ان. لو الان بزيرو يبقى الار ديفرنس باي ملتبلاي زيرو يا مستر اللي هي زيرو، يبقى باي ديفرنس زيرو. لو الان يا مستر بوان يبقى الار ديفرنس باي، لو الان 2 يبقى ار ديفرنس 2 باي اند سو اون. طب يا مستر لو كانت بدل الساين كوزاين، الكوزاين اكس يا مستر ليها 2 فاليو برضه، الكوزاين اكس ليها 2 فاليو بيخليها بزيرو. ايه هما؟ نانسي 90 وبزود 180 اللي هما 270. يبقى بكتب الانجل الصغيرة، الانجل الصغيرة اللي هي 90 واضيف عليها باي ان، يعني بضيف عليها 180. يبقى اقول يا مستر ار ديفرنس 90 بلس باي ان. لو الان بزيرو ده يتكنسل، يبقى ار ديفرنس باي اوفر 2. لو الان ب1 يبقى باي اوفر 2 بلس باي اللي هي 270 اند سو اون. تمام بص بقى، تمام. طب لو قال لي 1 ماينس كوساين اكس اوفر 1 بلس ساين اكس، يا مستر دي كونتينوس، اكسبت ايه يا مستر؟ اكسبت ايه؟ السيت اوف زيروز للديمينيتور. طب يا مستر يعني ال 1 بلس ساين اكس ما ينفعش تبقى بزيرو، يعني ساين اكس ايكوال ما ينفعش يبقى بنيجاتيف 1. ليه يا حبيبي؟ لان ساين اكس بنيجاتيف 1 هتبقى 1 بلس نيجاتيف 1 هيبقى بزيرو، مش هينفع، مش هينفع ساين اكس تبقى بنيجاتيف 1. طب يا مستر ساين اكس بالنيجاتيف، الساين اكس يعني الفاليو بتاعته الواي، الفاليو بتاعته الواي امتى تكون بالنيجاتيف 1 يا مستر؟ لو عملت اليونت سيركل كده، بص لو عملت الساين اكس اللي هي الواي هنا يا مستر، الواي هنا بزيرو سواء هنا او هنا على الاكس اكسس، بيبقى الفاليو بتاعته ب 90 اهو. ساين 90 ليها فاليو ب 1، ساين 90 ب 1. اوكي تحت يا مستر الفاليو بتاعته الواي بكام هنا؟ بنيجاتيف 1. الفاليو بتاعته الواي بنيجاتيف 1 عند الانجل اللي هي كام؟ 270. يبقى الساين اكس بتكون ب 1 او بنيجاتيف 1 عند فاليو واحده، بتكون عند اكس بزيرو ب 2 فاليو. دايما دايما الزيرو سواء في الساين او الكوزاين 2 فاليو، بينما ال 1 والنيجاتيف 1 سواء ساين او كوزاين بيبقى 1 فاليو واحده بس. اوكي يبقى دلوقتي يا مستر ما ينفعش ساين اكس ايكوال نيجاتيف 1، يبقى اقول له الدومين كل ريال نمبر اكسبت ايه اللي بيخليها نيجاتيف 1 يا مستر؟ ال 270 اللي هي 3 باي اوفر 2، بزود 1 بيريود 1 بيريود دوره كامله يعني 306 اهو. بص يا حبيبي لو لفيت لفه كامله دوره كامله كده، هل هترجع ليه؟ للنيجاتيف 1، الف واحده ثالثه،
هترجع ايه؟ ترجع نيجاتيف، يبقى بلف ايه؟ 360 سيركل اهو، السيركل بكام؟ ب 360 اللي هي يعتبر بالنسبه لي 1 بيريود، يبقى ار ديفرنس 270 بلس 2 باي ان. اوكي؟ معلش بس انا مش فاهم هو ليه ون... ليه 360، ليه اخترنا 360؟ عشان خاطر الفاليو انت تبقى بنيجاتيف 1. انا دلوقتي الفاليو هنا بتاعت الساين ايكوال 0، وهنا ايكوال كام؟ عند 90 ون 1، لما زودت 90 طلعت ب 1. اوكي، لو زودت 100 ايه هتطلع بكام؟ زيرو لو زودت 270 تطلع بنيجاتيف ون. طب لو زودت رجعت تاني زودت 306 طلعت بكام؟ زيرو بزيرو. حلو قوي، يعني انا لما بزود باي بتطلع بزيرو، ولما ازود باي تاني بتطلع بزيرو، مظبوط؟ فعشان كده لما اجي بقول عند ساين ايوه اكس ايكوال زيرو بقول زيرو بلس بزود باي ان، تمام؟ لان انا كل ما بزود باي تبقى بزيرو، زودت هاف بيريو طلعت بزيرو، زودت هاف بيريو التاني طلعت بكام؟ بزيرو، مظبوط؟ فكل ما ازود باي هتطلع بزيرو. اوكي، في مشكله في دي؟ لا تمام. طب نشوف بقى يا مستر ال1 الساين اكس ايكوال 1 امتى ايكوال 1؟ لما تبقى عند ايه؟ النايندي طب لو زودت 90 تانية هتطلع ب1 هنا؟ لا بزيرو طب لو زودت 90 تالتة يعني 180 هتطلع ب1؟ تطلع نيجاتيف لا وان لا، اهم حاجه مش تطلع ب1، لو زودت 270 تطلع ب1؟ لا لو زودت عليها 360 بقت ب1 ولا لا؟ بقت ب1. نفس الكلمات بقى، زود تاني هلاقي لما ازود 360 تاني تبقى ب1، افضل ازود تاني 360 تاني تطلع ب1. يعني ايه يا مستر؟ يعني عند ال 90 وكل ما بزود 2 باي واعمل مالتبلاي ان، اللي انا مش عارف هي كام بيريود، هل هي 1 بيريود ولا 2 بيريود ولا 3 بيريود ولا ما فيش بيريود خالص، يعني ان بزيرو. فكل ما بزود 360 الفاليو بتاعت ايه يا مستر؟ الفاليو بتاعت الساين هتبقى ايكوال 1. حتى هات بالكالكوليتور، هات ساين 90 هتلاقيها ب1، زود على 90 360 يعني 450 هتلاقيها ب1. اوكي، ايوه تمام. يبقى هنا مثلا لو جايب لي فانكشن زي كده بص مثلا فانكشن زي كده بيقول لي discuss ايه the continuity of each of the function defined by the following ايه the following rules on R يا مستر. الفانكشن الاولانيه دي اللي اب ده نيوميريتور كونتينيوس ولا لا؟ كونتينيوس ما عدا ايه؟ ما عدا سيت اوف زيروز الدينومينيتور. يبقى يا مستر كونتينيوس في كل ار ما عدا سيت اوف زيروز الدينومينيتور. ايه اللي يخلي الدينومينيتور ده بزيرو؟ قلنا يا مستر الفاليو بتاعت الزيرو يبقى ليها تو فاليو، الكوزاين اكس ايكوال زيرو عند ايه وايه؟ نانتي و 270 ال 90 كوزاين 90 بكام؟ كوزاين 90 يا مستر بزيرو، وال 270 يعني انا بزود كام؟ بزود والله مش 180 عند الزيرو يا ابني. الكوزاين 0 ب1، كوزاين 0 ب1 تمام، كوزاين 0 ب1 تمام، اهو اليونت سيركل، اهو اليونت سيركل، اهو الكوزاين الفاليو بتاعت الاكس، الاكس هنا ب1، الاكس هنا بنيجاتيف 1، بينما الاكس هنا على الواي اكسس، اي الاكس اي بوينت موجوده على الواي اكسس الاكس بتاعتها بزيرو، فالاكس بزيرو فين؟ عند ال 90 عند 270. الكوزاين اكس دي اللي هي الفاليو بتاعت الاكس، الساين اكس دي الفاليو بتاعت الواي، واضح؟
يبقى كوزاين اكس بزيرو عند ال 9270. يبقى اقول له يا مستر، اقول له الفانكشن دي كلها كونتينوس اكسبت الار ما عدا ال 90 اللي هي باي اوفر 2، بزود ايه؟ بزود هاف بيريود اللي هو باي ان. واضح؟ تمام. طب لو حاطط لي في الدينومينيتور ساين، هتبقى ار ديفرنس ايه؟ زيرو. الساين اكس اللي بيخليها بزيرو عندي تو فاليو زيرو و180، يبقى اقول له زيرو بلس باي ان، بزود 108، افضل ازود 108. الزيرو بلس باي ان اللي هي باي ان، يبقى اور ديفرنس باي ان. تمام. تمام. اوكي شباب، واضحه؟ تمام. وقلنا التاني يا شباب نفس الكلام. التاني عبارة عن ايه؟ ساين اوفر كوزين. ساين اوفر كوزاين. يبقى كونتينيوس هتبقى في كل ريال نمبر اكسبت اللي بتخلي الكوزاين بزيرو. ايه اللي بيخلي الكوزاين بزيرو؟ ال 90، يعني بزود كام؟ ال 90 اللي ببدأ بيه اهو، بلس بزود 108 يا مستر. يبقى انا بزود 108 لما تكون الكوزاين او الساين بزيرو، بينما لو الكوزاين او الساين ب1 او نيجاتيف 1 بزود 2 باي ان، بزود 2 باي ان. اوكي تمام. اهو، شوف اكزامبل تاني على الكلام ده هنا اهو. يبقى لازم يا مستر الدومين هنا يا مستر ار اكسبت السيت اوف زيروز الديرمينيتور، يعني ساين اكس ايكوال نيجاتيف 1. انت الساين بنيجاتيف 1 يا مستر، الساين الفاليو بتاعته الواي، الفاليو بتاعته الواي بتكون ب1 في ال 90 وبتكون بنيجاتيف 1 في ال 270 اهو. اليونت سيركل الساين اللي الفاليو تحت واي اهو، البارت ده ب1 اهو، والبارت اللي تحت بنيجاتيف 1. وانا عندي الانجل كام؟ 90. نيجاتيف 1 عند الانجل كام؟ 270. قلت طالما ب1 ونيجاتيف 1 بزود كام؟ قلنا لو 1 ونيجاتيف 1 بزود كام على الانجل؟ 360 360 اللي هي 2 باي ان، يبقى ابدا بالانجل اللي هي 3 باي 270 3 باي اوفر 2 بلس 2 باي ان. يبقى كل ريال نمبر اكسبت 3 باي اوفر 2 بلس ايه يا مستر؟ بلس 2 باي ان، بلس 2 باي ان. اوكي تمام. يبقى يا مستر دلوقتي لو انا عندي كوزاين في الدينومينيتور، كوزاين في الدينومينيتور، انا عارف ان الدينومينيتور دوت كونتينيوس على طول، والكوزاين برضو كونتينيوس ان ار، بس طالما في الدينومينيتور يبقى اكسبت ايه؟ اكسبت الزيرو. قلنا الكوزاين، الكوزاين بص الكوزاين الفاليو بتاعت الاكس، الفاليو بتاعت الاكس اهو، لما اجي اعمل يونت سيركل اهو، هو من غير يونت سيركل امتى الاكس بزيرو؟ امتى الكوزاين الفاليو بتاعت الاكس؟ امتى الاكس بزيرو؟ لما تكون على الواي اكسس، على الواي اكسس يعني الانجل ب 90 والانجل ب 270 بس. طب يا مستر بكتب الانجل الصغيره وبضيف عليها 180، يبقى لما يبقى بزيرو بكتب الانجل الصغيره بضيف عليها 180، الانجل الصغيره اللي هي باي اوفر 2 وبضيف عليها 180 اللي هي باي ان اه. يبقى مستر كل، يبقى الاف اس كونتينوس في كل ريال نمبر اكسبت، طبعا مش لازم تكتب اكس وير اكس ايكوال باي اوفر 2 بلس 2 باي ان اند الان بيلونج تو زي، ما خلاص اوكي. يبقى الار ديفرنس باي اوفر 2 بلس باي ان، الان طبعا بيلونج تو زي يعني انتجر نمبر، يعني انتجر نمبر تمام، يعني ان دي ب0 ب1 ب2 ب3 ب4 بنيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3، يعني ما ينفعش ان تبقى ايه، تقول لي هاف، تقول لي 3 اوفر 4، تقول لي 5، تقول لي 5 اوفر 3، لا نمبر انتجر، نمبر انتجر.
تمام هنا اهو يا مستر الساين اكس، الساين اكس اللي هي الفاليو بتاعته واي، الفاليو بتاعته واي هنا تبقى ايكوال نيجاتيف 1، الفاليو بتاعته واي الواي امتى بتكون بالنيجاتيف 1 يا مستر؟ هنا بتكون ب1 وهنا بتكون بنيجاتيف 1، يعني 207. قلت لكم لو انا 101 او نيجاتيف 1 بضيف يا مستر بضيف 360، بضيف 1 بيريود، بضيف دوره كامله اهو اهو، هي تبقى بنيجاتيف 1. تبقى امتى تبقى نيجاتيف 1؟ لو لفت 1 بيريود ترجع تاني، يعني 360 ترجع تاني يا مستر، لو لفيت 1 بيريود هتبقى بايه؟ هتبقى بنيجاتيف 1. طيب يا مستر بنيجاتيف 1 امتى؟ عند 270، 270 اللي هي ايه؟ اللي هي 3 باي اوفر 2 بلس 2 باي ان. تمام؟ طب بقول له هنا كونتينيوس في الاور ايكوال 3 باي اوفر 2 بلس 2 باي ان. تمام؟ وادي ايه يا مستر الفاليو دي؟ الجنرال سولوشن بتاعها ساين اكس ايكوال 0، قلنا ايكوال 0 لها تو فاليو، لها تو فاليو الواي ساين اكس عن الواي، الواي ب0 بتبقى موجوده على الاكس اكسس، على الاكس اكسون، الواي ب0 موجوده على الاكس اكسس اللي هي الانجل 0 والانجل 180. طالما تو انجل ساين اكس ب0 او كوساين اكس ب0 يعني تو انجل، بكتب الانجل الصغيره بلس باي ان، ف0 بلس باي ان اللي هي باي ان. طب الساين اكس ب1 او بنيجاتيف 1 دي فاليو واحده، الساين اكس الواي، الواي ب1 هنا اهو، هنا ب1 عند الانجل 90 يعني باي اوفر 2 واضيف عليها 2 باي ان. الساين اكس ايكوال نيجاتيف 1 عند تحت اهو عند 270 يعني 3 باي اوفر 2 بلس 2 باي ان. الكوزاين بقى، الكوزاين يعني يا مستر الاكس، الاكس بتكون ب0 على الواي اكسس يعني عند ال 90 وعند ال 270. ال 90 اللي هي ايه؟ اللي هي باي اوفر 2، وقلت بزود على طول باي ان طالما الكوزاين ب0 او الساين ب0 بضيف باي ان. اوكي الكوزاين ب1 اللي هي الفاليو بتاعت الاكس ب1 اهو، الاكس ب1 هنا عند الانجل 0، وقلت طالما انجل 0 تمام يا مستر الكوزاين اكس، سوري الكوزاين اكس الفاليو بتاعتها ب1 ب1 او بنيجاتيف 1 بزود 2 باي ان، بزود 2 باي ان، الكوزاين اكس ب1 يبقى عند الزيرو وهزود عليها 2 باي ان. طب الكوزاين اكس ايكوال نيجاتيف 1 عند الباي، عند الباي بزود 2 باي ان. تمام يا شباب؟ تمام. ده الكلام ده كله لما تبقى فين؟ لما تبقى في الدينومينيتور، لما تبقى في الدينومينيتور. اه عندي اكزامبل زي كده. دي يا مستر الدومين بتاعها ايه دي؟ ار. والدومين بتاع دي ار، يبقى على طول الدومين بتاع الفانكشن دي هيبقى ار. فبيقول لي ايه؟ يقول لو انت عندك تو فانكشن، عندك تو فانكشن اهو، ما دي فانكشن ودي فانكشن تمام، بيجي يقول لك حصل لهم ديفاينت في اني انترفال، يبقى هيبقوا دايما كونتينوس في نفس الانترفال دي، في نفس الانترفال تمام. يعني لو انت عملت لهم بلس، عملت لهم ماينس، عملت لهم مالتبلاي، اكسبت لو انا عملت لهم ديفايد، لو انا عملت لهم ديفايد يا مستر هيبقى كونتينوس في الار، اكسبت ايه يا مستر؟ اكسبت السيت اوف زيروز الديمينيتور، اكسبت السيت اوف زيروز الديمينيتور. اوكي يعني هنا اهو يا مستر الفانكشن دي كونتينوس اون ار، دي كونتينوس ودي كونتينوس يبقى اون ار. طب دي يا مستر كونتينوس اللي فوق كله كونتينوس، طب واللي تحت كونتينوس؟ اه بس اكسبت ايه؟ نيجاتيف 3 نيجاتيف 3، اكسبت نيجاتيف 3 يبقى ار اكسبت نيجاتيف 3 تمام. طب هنا يا مستر دي الاكس باور نيجاتيف 2 دي هتبقى ايه؟ 1 over x power 2 يبقى اكس باور 2، يبقى دي كانها 5 اوفر اكس باور 2، يبقى ديت كونتينيوس ودي كونتينيوس، اما دي كونتينيوس اكسبت السيت اوف زيروز ذا ديرمينيتور، يعني اكس باور 2 ما ينفعش يبقى ايكوال 0، هاخد روت يبقى الاكس ما ينفعش يبقى ايكوال 0، يبقى تطلع ار اكسبت، ار اكسبت 0. اوكي دي يا مستر اخر واحده بقى عايز تفكروا فيها، دي التاني دي يا شباب كونتينيوس على طول؟ لا لا. طب كونتينيوس فين؟ في ار ديفرنس ايه؟
كوزين اكس ايوه كوزاين اكس بزيرو. طب الكوزاين اكس بزيرو امتى بتكون بزيرو؟ باي اوفر 2 بلس ايه؟ باي باي ايوه بلس باي ان. ما احنا قلنا الكوزاين لما تبقى بزيرو لازم هزود باي ان، تمام؟ ليه؟ لان الكوزاين اكس ايكوال زيرو هتيجي تقول لي عندي 90 وعندي 270، يعني الفرق بينهم 180، باخد الانجل الصغيره واضيف عليها باي ان، واضيف عليها باي ان. يبقى يا مستر التان دي يا مستر الدومين بتاعها ار ديفرنس، الانجل الصغير اللي هي باي اوفر 2 واضيف عليها باي ان. طب ما انا عندي كمان ما ينفعش الدينوميتور ده يبقى بزيرو، اكس سكوير ايكوال 1، اكس سكوير ماينس 1 ايكوال 0، يعني الاكس سكوير 1 يبقى الاكس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 1، يعني ما ينفعش يبقى ولا عندي 1 وانا عندي كمان نيجاتيف 1. اوكي تمام. تمام يا شباب. انا بقول ذا فانكشن از كونتينوس في كل ريال نمبر اكسبت الباي اوفر 2 بلس باي ان اند ال 1 والنيجاتيف 1. التان كونتينوس، ما عدا يا مستر الكوزاين تحت، الكوزاين ما ينفعش تبقى بزيرو لان ساين اوفر كوزاين، ما ينفعش الكوزاين تبقى بزيرو، والكوزاين بزيرو يا مستر عند الكوزاين اللي هي الفاليو بتاعت الاكس، يبقى الفاليو بتاعت اكس بزيرو على الواي اكسس اللي هو 90 و 270، يبقى واي اوفر 2 بلس باي ان، تمام؟ وانا عندي طبعا في الدينوميتور في اكس سكوير ماينس 1 برضه ما ينفعش يبقى بزيرو، يبقى 1 ونيجاتيف 1 وباي اوفر 2 بلس باي ان. بيقول لي ديسكاس الكونتينيوتي اوف ذا فانكشن دي. بصوا بقى بنعمل ايه يا شباب، انا شغال في انترفال هنا ولا مش في انترفال؟ شغال في انترفال يا مستر. انترفال من كام لكام هنا يا شباب؟ من نيجاتيف 3 ل 5 من نيجاتيف 3 ل 2 ومن 2 ل 5، يعني انا شغال من نيجاتيف 3 ل 5 يا مستر. لو انا عملت نمبر لاين كده انا شغال في انترفال هنا دلوقتي، شغال في انترفال، الانترفال بتاعي اللي شغال فيه اهو اللي هو من اول نيجاتيف 3 لغايه ال5، بس هنا حاطط لي الفاليو بتاعت ال2 هنا يا مستر. خلي يا مستر عندك من نيجاتيف 3 ل 2 حاطط لك هنا دي، وحاطط لك من 2 ل 5 تمام، حاطط لك دي يا مستر اكس سكوير بلس 4. لما اجي بعمل ديسكاس ذا كونتينيوتي اوف ذا فانكشن هعمل ايه يا مستر؟ هناقش الكونتينيوتي بتاعت الفانكشن فين؟ قال لي اول حاجه انت شغال من اول نيجاتيف 3 لغايه ال5، شغال في الانترفال دي، شغال في الانترفال دي. طب اول انترفال من نيجاتيف 3 ل 2 الفانكشن دي ايه يا شباب؟ كونتينيوس ولا لا؟ continues كونتينيوس ليه؟ بينوميال بولينوميال، عشان هي بولينوميال. طب ومن 2 ل 5؟ continues عشان بينوميال عشان بولينوميال يا مستر. طب وعندي ال 2 بقى، عندي ال 2 هجيب ال 2 ناحية الرايت وهجيب ال 2 ناحية الليفت واشوف هل كونتينيوس ولا لا، واشوف هل كونتينيوس ولا لا. اوكي طب امتى تكون كونتينيوس؟ لما يكون يا مستر الاف اوف 2 بوزيتيف ايكوال اف اوف 2 ايه؟ نيجاتيف يا مستر، ايكوال الاف اوف 2. اوكي تمام. نعم. طب انا اول حاجه يا مستر انا عندي لما الاكس دي يا مستر الانترفال دي من كام لكام؟ من نيجاتيف 3 لغايه 2، التو اوبن. طب النيجاتيف 3 اخليها اوبن ولا كلوز؟ قال لا يا مستر بتخليها اوبن. ليه بتخليها اوبن؟ لان انت هتعمل ديسكاس، ديسكاس هتعمل هتناقش الكونتينيوتي عند النيجاتيف 3 برضه. ايه ده يا مستر ده النيجاتيف 3 ما عندهاش غير الفاليو بتاعت الايه؟ الناحيه الليفت. اه ما هي هتبقى كونتينيوس، هتبقى كونتينيوس، بس ازاي؟ هنعرف دلوقتي. نشوف دلوقتي اللي هنعمله ايه دلوقتي. اول حاجه يا مستر قال لك هتاخد الاول انترفال اللي هي من نيجاتيف 3 ل 2، من نيجاتيف 3 ل 2
هات الفانكشن اللي هي من نيجاتيف 3 ل 2 اف اوف اكس. بكام من اف اوف اكس يا مستر؟ ب 3 اكس بلس 2 ب 3 اكس بلس 2. دي بولينوميال فانكشن ولا لا؟ بولينوميال ولا لا؟ يبقى كونتينيوس. كونتينيوس فين؟ في البيريود دي من نيجاتيف 3 ل 2، من نيجاتيف 3 ل 2. اوكي، يعني لو انا عندي دلوقتي هي دي الفاليو اللي انا شغال عليها. طب يا مستر دلوقتي لو خدت من 2 ل 5 هاخد اي فانكشن؟ اللي هي دي يا مستر، اللي هي دي. اوكي تمام، دي يا مستر دي بولينوميال، يبقى برضه هتبقى ايه؟ هتبقى كونتينيوس، هتبقى كونتينيوس. اوكي هنشوف بقى البوينت بقى يا مستر، هنشوف بقى عند التو بقى، عند التو هنعمل ايه؟ وعند النيجاتيف 3 هنعمل ايه؟ وعند الفايف هنعمل ايه؟ يبقى انا ناقشت في الانترفال بس اللي من جوه اللي هو من نيجاتيف 3 ل 2، وناقشت الانترفال اللي جوه اللي هو من 2 ل 5، طلعت دي بولينوميال ودي بولينوميال. اوكي، فطالما هما التو بولينوميال فانكشن يبقى ايه؟ هيبقى كونتينيوس. طب عندي التو بقى يا مستر، عندي التو لازم اجيب ايه هنا؟ اف اوف 2 بوزيتيف واف اوف 2 نيجاتيف، واجيب اف اوف 2. اف اوف 2 بوزيتيف يعني ناحيه الرايت، هتشيل اكس وتحط مكانها 2 ناحيه الرايت، اللي على يمين التو، اللي اكبر من التو، اللي اكبر من التو فين؟ اهو اهو اللي اكس سكوير بلس 4 اهي. يبقى شيل اكس واحط مكانها 2، 2 سكوير 4، 4 بلس 4 8. طب اف اوف 2 نيجاتيف هتبقى 3 ثلاثة مالتي 2 6، 6 بلس 2 ايكوال 8. طب عندي 2 ايكوال 2، فين اللي ايكوال 2 يا مستر؟ اللي تحت اهو، اللي هي برضه 2 سكوير ب 2، تمام؟ 2 سكوير و4، 4 بلس 2 4 بلس 4 ايكوال 8. يبقى عندي 2 كونتينيوس ولا لا؟ كونتينيوس. يبقى عند الفاليو بتاعت ال 2 اكس ايكوال 2 كونتينيوس يا مستر، كونتينيوس يا مستر. اوكي اوكي تمام، تمام. عند النيجاتيف 3 بقى، عند النيجاتيف 3 لو جبت اف اوف اكس بتاعت النيجاتيف 3، يعني اف اوف نيجاتيف 3، ولو جبت اف اوف نيجاتيف 3، نيجاتيف 3 هي اصلا متعرفه ناحيه الرايت ولا ناحيه الليفت؟ ناحية ناحيه الرايت يا مستر، مفيش ناحيه الليفت اهو، الرايت. الرايت اللي هي اكبر من نيجاتيف 3، مش الاكس اهو جريتر ايوه ذان نيجاتيف 3. يبقى اجيب اف اوف نيجاتيف 3 ايه؟ بوزيتيف، واف اوف نيجاتيف 3 عندي اند ايكوال نيجاتيف 3. هلاقي يا مستر الاكس اوف نيجاتيف 3 تمام، اللي هي عند الاكس ايكوال نيجاتيف 3، هتبقى 3 مالتبلاي نيجاتيف 3 نيجاتيف 9 بلس 2 هتدي نيجاتيف 7. طب يا مستر عند نيجاتيف 3 بوزيتيف، اه يا مستر عند نيجاتيف 3 بوزيتيف. اوكي يبقى 3 مالتبلاي نيجاتيف 3 برضه نيجاتيف 9 بلس 2 نيجاتيف 7، نيجاتيف 9 بلس 2 نيجاتيف 7. ايه ده يا مستر؟ طب انا ماليش ازاي؟ دعوه، ثانيه واحده ثانيه واحده. اوكي طب انا يا مستر دلوقتي، انا دلوقتي يا مستر ما عنديش الفاليو بتاعه النيجاتيف 3 فروم ذا ليفت، فعشان كده انا هقول عند النيجاتيف 3 هي كونتينيوس، هي كونتينيوس، بس من فين يا مستر؟ في ناحيه الرايت بس، ناحيه الرايت بس. ليه يا مستر بقول كده؟ لان الكلام كله بتاع النهارده في الانترفال، في انترفال شغال جوه انترفال، فطالما شغال جوه انترفال يبقى اشوف هل ناحيه الرايت لو طلعت دي نفس الفاليو بتاعتها اللي هي ايكوال زيرو، يبقى اقول ان هي كونتينيوس ناحيه ايه يا مستر؟ الرايت. يبقى هي اف اوف 3 بوزيتيف ايكوال اف اوف نيجاتيف 3، اوكي هي كونتينيوس بتبقى فروم النيجاتيف، فروم الرايت، من ناحيه الرايت. اوكي الرايت بتاع النيجاتيف اللي هو الاكس ايكوال نيجاتيف 3، نفس الكلام هنا عند الفايف، هجيب برضو اف اوف 5. اف اوف 5 فين يا مستر؟ ما عنديش البوزيتيف، ما عنديش اللي اكبر، عندي اللي اقل، عندي اللي اقل، يبقى اف اوف 5 في نيجاتيف، واجيب اف اوف ايه؟ واجيب اف اوف 5. هلاقي برضو يا مستر الاف اوف 5 في نيجاتيف هتطلع بكام؟ 5 سكوير ب 25، 25 بلس 4 ايكوال 29، واف اوف 5 بس برضو ب 29، طالما هما الاثنين ايكوال بعض يبقى هي كونتينيوس، بس ال 5 من ناحيه ايه يا مستر؟ من ناحية الليفت.
من ناحيه اللفت. يعني ايه ناحيه اللفت؟ يعني الفاليو بتاعت الانترفال اللي انت شغال فيها، الفاليو بتاعت الانترفال اللي انت شغال فيها اللي هي من نيجاتيف 3 لغايه الفاليو، اللي هي من نيجاتيف 3 لغايه الفاليو. اوكي، واضح يا شباب؟ تمام. يبقى هنا يا شباب اقدر اقول ان هي كده بقت كونتينيوس كلها في الانترفال بتاعت اللي هي من نيجاتيف 0 ل 5. يبقى انا لما اجي اجيب حاجه زي كده ومديني انترفال، مديني انترفال، الانترفال بتاعي من كام؟ من اول نيجاتيف 0 ل 5. انا اول حاجه انا عارف يا مستر، انا عارف ان انا هشوف اعمل عند من نيجاتيف 0 ل 2 اللي هي الفاليو اللي في النص دي، اللي هي من جوه دي، اللي هي من جوه اللي هي 3 اكس بلس 2 في الانترفال دي 3، وقلت بعمله اوبن عشان لسه انا هناقش عند النيجاتيف 3 وهناقش عند ال 5، تمام، وهناقش برضو عند ال 2 البوينت دي، فعشان كده انا بعمله اوبن. يبقى يا مستر في الانترفال دي بتبقى بولينوميال، يبقى بولينوميال يبقى على طول يا مستر كونتينيوس. دي يا مستر في ال 2 ل 5 برضو الاكس سكوير بلس 4 بولينوميال يبقى كونتينيوس. عند ال 2 طلعت اف اوف 2 بوزيتيف ايكوال اف اوف 2 نيجاتيف اف ايكوال اف اوف 2، يبقى برضو بولينوم، يبقى برضو يا مستر كونتينيوس. يا مستر عند النيجاتيف 3 طلعت يا مستر كونتينيوس، بس كونتينيوس فين يا مستر؟ ناحيه الرايت. طب يا مستر بتاع النيجاتيف 3 وبرضو كونتينيوس ناحيه ال5 بس ناحيه الليفت، يبقى اقول له يا مستر الفانكشن كونتينيوس في كل الانترفال دي، لان الكلام كله على الانترفال. انا قلت لكم هنا لما يبقى عند روت، لما يبقى عند روت قلنا الكيوب روت دوت هتبقى ايه على طول؟ continuous كونتينيوس على طول. فين؟ all في الار يا مستر، كونتينيوس في الار. طب سكوير روت قلنا انا باخد عند الروت ماله؟ نعمل x بس 2 greater than or equal 0. greater than or equal 0، يبقى الاكس greater than or equal negative 2، يبقى الاكبر من negative 2، من negative 2 لانفينيتي، تمام. تمام. اللي بعدها هنا دي لما يكون في الدينوميتور، ما ما ينفعش ينفعش تكون تكون بزيرو. ايوه، بس ينفع يبقى بزيرو اللي تحت ده، هو الكيوب روت دوت مش هيأثر معايا في حاجه. انا اهم حاجه الدينومينيتور ما ينفعش يبقى بزيرو، يبقى اكس سكوير ماينس 25 ما ينفعش يبقى بزيرو، يبقى الاكس سكوير ايكوال 25، يبقى الاكس اقعد روت، يبقى الاكس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 5، بوزيتيف اور نيجاتيف 5، تمام. يبقى ما ينفعش يبقى تحت يا مستر كل الريال نمبر ما عدا البوزيتيف اور نيجاتيف 5، واضح؟ تمام يا شباب. تمام. نشوف انظر اكزامبل. يبقى لو انا عندي اف اوف اكس ليها روت، يبقى يا مستر هتبقى كونتينيوس، وانا اللي هجيب نيجاتيف 2 لانفينيتي. طب كيوب روت خلاص دوت، لو الاندكس، الاندكس دوت النمبر المكتوب هنا دوت باور اود 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 3 5 7 خلاص. طب يا مستر لو موجود في الدينومينيتور يا مستر ما ينفعش يبقى الدينومينيتور بزيرو، ده ما ينفعش يبقى بزيرو، ما ينفعش يبقى بزيرو، تمام. طب يا مستر لو كان حاطط لي دي سكوير روت كنت اقول له يا مستر دي احلها ازاي دي؟ لا ازاي؟ احنا قايلين اجيب الدومين يا شباب، الدومين، الدومين بتاع الفانكشن ده هل ينفع اللي تحت الروت ده ينفع يكون بوزيتيف فاليو؟ اه ينفع يا مستر يكون بوزيتيف فاليو. طب ينفع يكون بزيرو؟ ما ينفعش يبقى بزيرو، بس يبقى شفت علامتي ايه؟ الايكواليتي. مش الاندر روت ده ما ينفعش يبقى بزيرو؟ ليه يا مستر ما ينفعش يبقى بزيرو؟ عشان في الدينومينيتور.
عشان في الدينوميتور يبقى اكس سكوير جريتر ذان 25، تمام؟ اللي هو سوري، ما ينفعش يبقى بزيرو، نوت ايكوال زيرو. اوكي، يبقى الاكس سكوير 25 يبقى الاكس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف. سوري دوت، سوري سوري، جريتر ذان زيرو. هنعملها ازاي دي يا شباب؟ قلنا بنعمل ازاي الانترفال اللي هي من السكند ديجري، احل الانترفال من السكند ديجري هسويها بزيرو، يعني x square equal 25 يعني x equal positive or negative 5. بعمل number line، حط هنا negative 5 وحط هنا 5. الرايت الناحية ال outside بيبقى the same sign of x، والانسايد بيبقى negative sign. انا مش عايز ولا value negative ولا عايز value equal 0، يعني كل number اللي في الدنيا ما عدا الفاليو دي، ما عدا الفاليو دي اللي هي من كام لكام؟ اللي هي من نيجاتيف 5 ل 5. طب ليه يا مستر عملتها كلوز دي انترفال؟ لان انا ولا عايز النيجاتيف 5 ولا عايز ال 5، انا عايز الفاليو دي بس بتخليها بزي. كل الفاليو دي بتخليها بوزيتيف فاليو، فينفع يبقى اللي عنده الروت في الديمينيتور يكون بوزيتيف، بس ما ينفعش يكون الاندر سكوير روت يكون نيجاتيف، ولا ينفع يكون زيرو لما يكون في الديمينيتور. تمام؟ بقولنا لما يبقى عندي يا شباب، لما يبقى عندي inequality من السكند ديجري لازم اعمل discuss the sign of the function، هشوف الساين بتاعت الفانكشن بوزيتيف فين ونيجاتيف فين، وايه يا مستر، واجيب الانترفال اللي فيها بوزيتيف او اللي فيها على حسب ما انا عايز الحق. اما لو كانت كده بس اهو 1 over root x plus 5، ده عادية دي يا مستر. الدينوميتور هنا ما ينفعش يبقى بزيرو، يبقى x ما ينفعش يبقى بنيجاتيف 5، greater than negative 5. يعني ايه greater than negative 5 يا مستر؟ يعني negative 5 في الانفينيتي. طب ليه عملتها open يا مستر؟ هنا ما فيش equal عشان موجود في الدينوميتور، ما ينفعش الدينوميتور هنا يبقى بزيرو، ما ينفعش الديرمينيتور يبقى بزيرو. اوكي، تمام. اي سؤال؟ نشوف يا مستر اللي بعدها. بيقول لي هنا discuss the continuity of the function دي. انا الفانكشن عندي هنا يا مستر، اول فانكشن دي يعتبر بولينوميال، البولينوميال من كام لكام؟ اللي هي أول واحدة دي من كام لكام؟ الانترفال بتاعتها between الزيرو والباي، صح ولا لأ؟ وأعملها open يا مستر عشان أنا هناقش عندي الزيرو، يبقى f من زيرو لباي هتطلع إيه؟ هتطلع continuous، تمام يا مستر؟ أنا عارف إن الساين أو الكوزاين هتطلع continuous. طب الأكبر من باي دي يا مستر، دي أكبر من باي، يعني من باي لغاية إيه؟ من باي لغاية الإنفينيتي، هتبقى برضو إيه؟ تبقى برضو continuous. طب لو ناقشت عند الباي يا مستر، عند الباي هجيب يا مستر اف او باي، واف او باي positive واف او باي negative. اف او باي يا شباب، الاكس فين بباي هنا يا مستر، في الاولى ولا التانية؟ لسه نور ايكوال باي، يبقى في الاولى، يبقى الاف او باي اشيل اكس واحط مكانها باي، يبقى ساين باي ماينس كوزاين باي. ساين باي بكام؟ ساين 180 يا مستر، ساين 180 ايكوال 0. الكوزاين 180، الكوزاين 180 بكام؟ بالنيجاتيف 1، يبقى ماينس نيجاتيف 1
يبقى it will be 1 minus negative 1 يعني plus 1. ال f of باي بوزيتيف، الأكبر من باي، فين الأكبر من باي؟ الأكبر من باي اللي هي فين؟ اللي هي دي يا مستر، ال x أكبر من باي اللي هي دي. هعمل substitute في ال x أكبر من باي أهو، يبقى 2 multiply ثانية واحدة. طيب اعملوا substitute كده شوف هتطلع ايه معاك. تمام اهو، اف اوف باي بوزيتيف اللي هي اكبر من باي هتطلع ايه؟ One. هتطلع 2 كوزاين باي اللي هي كوزاين 180 قلنا بكام؟ نيجاتيف 1، نيجاتيف 1 سكوير ب 1، يبقى 2 مالتبلاي 1 ماينس 1 اللي هي 2 ماينس 1 اللي هي ايكوال 1. تمام، واف اوف باي نيجاتيف اللي هي اقل من باي اهو، اللي هي اقل من باي اهو، هتطلع برضو بكام؟ كوساين باي ساين باي ماينس كوساين باي اللي هي تطلع برضو ب 1. يبقى اف اوف باي ايكوال اف اوف باي بوزيتيف ايكوال اف اوف باي نيجاتيف، يبقى هي كونتينيوس عند بوينت باي، يبقى هي كونتينيوس يا مستر من 0 لباي، وكونتينيوس وكونتينيوس على ايه يا مستر؟ من باي لبوزيتيف انفينيتي، وكونتينيوس من باي لبوزيتيف انفينيتي. تمام، وكونتينيوس برضو عند البوينت باي. هناقش الرايت بتاع الايه؟ بتاعت الاكس. تمام، هجيب اف اوف زيرو بتاعت الزيرو، سوري اف اوف زيرو بوزيتيف، واجيب اف اوف زيرو، اف اوف زيرو بوزيتيف يعني اكبر من زيرو يا مستر، هتعمل هنا يبقى ساين زيرو، ساين زيرو بزيرو ماينس كوزاين ايه؟ ماينس كوزاين زيرو، ماينس كوزاين زيرو بكام؟ ب 1، يبقى ماينس 1. واف اوف زيرو عند الزيرو برضه هتطلع بنيجاتيف 1، يبقى اف اوف زيرو بوزيتيف ايكوال اف اوف زيرو يا مستر، هتبقى ايكوال اف اوف زيرو. تمام، اجيب برضه الاف اوف باي يا مستر نفس الكلام، هجيب برضه الاف اوف باي نفس الكلام ناحية الرايت وناحية ايه؟ وناحية الليفت. اوكي، اي سؤال؟ لا تمام. تبقى كونتينيوس برضو ناحية الباي اهو، يبقى تبقى كونتينيوس على الانترفال كلها من اول الزيرو لغاية الاكبر من باي، الاكبر من باي اللي هي بوزيتيف انفينيتي. يبقى انا هو بص يا شباب بجيب اهو الايشو اوف ساين اند كوساين از كونتينيوس اون ذا انترفال من زيرو باي، الساين والكوساين من زيرو لباي. تمام، اف اوف اكس تمام ساين اكس ماينس كوساين اكس يبقى continuous من 0 لباي، وخليتها open interval لان انا لسه بعمل discuss عند الزيرو وعند الباي، بناقش عند الزيرو وعند الباي، عند البوينت بقى، عند البوينت نفس الكلام 2 cosine x square minus 1 لو جيت عند من اكبر من باي، اكبر اللي هي من باي لبوزيتيف انفينيتي، من باي لان اكبر من باي اهو، من باي لبوزيتيف انفينيتي باي دو continuous. ليه يا مستر؟ لان يا حبيبي عرفت ان الساين والكوزاين دايما continuous، دايما continuous. اوكي تمام، وبعد كده الاف اوف باي بجيب عند البوينت باي بقى، بجيب اف اوف باي واجيب اف اوف باي نيجاتيف واجيب اف اوف باي بوزيتيف. الاف اوف باي نيجاتيف اللي هي اصغر من باي، اللي اصغر من باي اهي اللي هي اللي فوق دي، اعوض بيها طلعت لي ب 1. الاف اوف باي بوزيتيف اللي اكبر من باي اعوض بيها طلعت لي ب 1. الاف اوف باي يعني عندي ايكوال باي، عندي ايكوال باي اللي فوق برضه طلعت لي ب 1، يعني طلعت الاف اوف باي ايكوال اف اوف باي نيجاتيف ايكوال اف اوف باي اي بوزيتيف، طلعت كلها ب 1 كلهم ايكوال بعض يا مستر، يبقى هي كونتينوس ات اكس ايكوال باي. عند الزيرو، الزيرو ما عنديش غير الاكبر من الزيرو، الاكبر من الزيرو يعني اف اوف زيرو ايه؟ اف اوف زيرو بوزيتيف، عندي الاف اوف زيرو بوزيتيف وعندي اف اوف زيرو، لو قعدت منهم هيطلع لي بكام؟ بنيجاتيف 1. نفس الكلام الباي تمام، يبقى انا ناقشت عند ايه؟ عند الزيرو وعندي ايه؟ وعندي الباي يا مستر. خلاص يبقى هي كونتينوس عند الزيرو تمام، وكونتينوس عند الباي، وكونتينيوس في كل الانترفال يا مستر اللي هي من 0 لباي
وموبايل بوزيتيف انفينيتي، يبقى يعتبر كونتينوس في كل الانترفال اللي هو من اول زيرو لغايه البوزيتيف انفينيتي. اوكي تمام. نشوف في اخر اكزامبل ده بيجي يقول لي ايه هنا الفانكشن دي مالها از كونتينيوس. يبقى الفانكشن دي كونتينيوس. يعني ايه كونتينيوس يا شباب؟ يعني هي كونتينيوس في الانترفال اللي هي من نيجاتيف 2 لغايه كام؟ لغايه 5. يعني اف اوف نيجاتيف 2 بوزيتيف ايكوال اف اوف نيجاتيف 2 نيجاتيف ايكوال اف اوف نيجاتيف 2، كلهم ايكوال بعض يا مستر. والاف او 5 بوزيتيف هنا اهو يا مستر. انا لو جيت عملت رسمت كده، انا عندي هنا نيجاتيف 2 وديت يا مستر الاكس ليس ذان نيجاتيف 2، ليس ذان نيجاتيف 2 يعني البارت اللي هو فين هنا ده. حلو قوي. وهنا دي يا مستر من نيجاتيف 2 ل 5 هنا، يبقى اي اكس خلاص بي، ودي الاكبر من 5 اللي هي اكس سكوير ماينس 12. تمام. يعني ايه كونتينيوس؟ يعني اكيد كونتينيوس عند ايه؟ اكيد كونتينيوس عند ايه؟ عند النيجاتيف 2. واكيد كونتينيوس عند ايه؟ فايف ال 5. يعني ايه كونتينيوس عند النيجاتيف 2؟ يعني اف اوف نيجاتيف 2 بوزيتيف ايكوال اف اوف نيجاتيف 2 نيجاتيف. يا مستر اف اوف نيجاتيف 2 بوزيتيف ناحيه الرايت، ناحيه الرايت اللي هي هشيل اكس واحط مكان نيجاتيف 2. نيجاتيف 2 مالتي بلاي الايه؟ بنيجاتيف 2 ايه بلس بي. اف اوف 2 نيجاتيف نيجاتيف ناحيه الليفت. 3 مالتي بلاي نيجاتيف 2 نيجاتيف 6، نيجاتيف 6 ماينس 2 نيجاتيف 8، وده سمي نمبر 1. ناحيه ال 5 كونتينيوس. يعني ايه كونتينيوس؟ اف اوف 5 بوزيتيف ايكوال اف 5 نيجاتيف. ال 5 بوزيتيف اللي هو ناحيه الرايت، يبقى 5 سكوير ب 25 ماينس 12 اللي هي 13. اشيل اكس واحط مكانها 5، 5 في ايه؟ خلاص البي. احط التو ايكويشن تحت بعض دي يا مستر، دي نيجاتيف 8 ايكوال نيجاتيف 2a بلس بي. تمام. لو عملت الايكويشن دي مالتبلاي نيجاتيف 1 ليه؟ ليه يا مستر؟ عشان اخلي البي زي البي بعكس بس عكس الساين. لما اعمل الايكويشن دي مالتبلاي نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 مالتبلاي نيجاتيف 2a بوزيتيف 2a، يبقى دي بالبوزيتيف اهو. اعمل الايكويشن دي مالتبلاي نيجاتيف 1 هتبقى 2a، هتبقى ماينس بي نيجاتيف 1 مالتبلاي نيجاتيف 8 ب 8. اجمعهم ال 2 ايكويشن دول على بعض، دول هيكنسلوا بعض، 5a و 2a 7a ايكوال 13 و 8 21، يبقى 7a ب 21، يبقى ال a 21 ديفايدد 7 ب 3. جبت ال a ب 3، اعمل سبستيتيوت في اي ايكويشن اهو دي مثلا، يبقى 13 ايكوال 5 مالتبلاي 3 يبقى 15 بلس بي، يبقى ودي ال 15 ناحية تانية بالنيجاتيف، يبقى 13 ماينس 15 نيجاتيف 2، يبقى البي هتطلع بنيجاتيف 2. يبقى الفكرة كلها لو أنا عندي الفانكشن كونتينيوس هتبقى كونتينيوس عند النيجاتيف 2 يعني فروم ذا رايت، وكونتينيوس عند ال 5 فروم ذا ليفت، وبحل ال 2 ايكويجن مع بعض اللي طلعوا لي وطلع أجيب منهم الفاليو اوف A والفاليو اوف B. واضح؟ تمام. تمام كل سنة طيبين. كده احنا خلصنا ايه؟ خلصنا الكالكولاس. ان شاء الله نبدأ الجبرا يا شباب ولا نبدأ سوليد جيومتري؟ نقعد حاجة ظريفة لطيفة ونختم بالحاجة الصعبة، ونبدأ بالحاجة الصعبة ونختم بالحاجة السهلة، انتوا عايزين ايه؟ نختم بالحاجات السهلة. لا نختم بالصعب، نبدأ بالسهل عشان احنا كده too much صعب.
ناخد خلاص اوكي، ناخد الجبرا ونخلي السوليد جيومتري في الاخر خالص. السوليد جيومتري اصلا هياخد بالظبط ان شاء الله اسبوعين وهيخلصوا يعني، هناخد 4 حصص في الاسبوع، هما هياخدوا 6 حصص اصلا. تمام، والالجبرا برضو انا اخدها كلها يونت واحده، انا اخدها كلها برضو في خلال اسبوعين او 3 اسابيع اقصى حاجه يعني. والامتحان انا صححته للناس، انا بعت لنور، نور جابت الفول مارك تمام، وبعت لكم الموديل انسر، وبعت لكم الدرجات بتاعتكم. انا بس عندي حصه دلوقتي اخلصها وابعت لكم الدرجات بعد ما اخلص الحصه دي. انا بدات هو بنور بس. حضرتك انا بعت على المنصة، حضرتك شفته ولا بعته على الواتساب؟ ايوه لا لا لا، انا شفت كله، شفت كله، كلكم بعتين تمام، كلكم بعتين على المنصه تمام. تمام. بس هي نور اول واحده بدات بيها، وان شاء الله ابعت لكم درجاتكم النهارده كلها. تمام يا مستر. يلا السلام عليكم، وابعت لكم الموديل انسر مع مع الامتحان ان شاء الله، مع الدرجه. مع السلامه، واحل لكم تمام. الحاجات برضو المره الجايه، الحاجات لو فيها اي حاجه نحلها برضو المره الجايه، لو في اي حاجه في الامتحان ما كانت مش واضحه الناس عندها مشكله فيها نحلها برضو المره الجايه. تمام، والمره الجايه ان شاء الله تمام. هنعمل ريفيجن على الكالكولس، هنشوف كده مودلز على الكالكولس كده ان شاء الله، ونعمل ريفيجن عليها باذن، نحاول نحلها يعني. انا ممكن احاول اشوفها لكم دلوقتي وابعتها لكم برضو، اقول لكم حاولوا تحلوها، حلوها انتوا دلوقتي عشان نحلها المره الجايه. تمام. بص انا عايزكم تحلوا ايه، بص اهو طالما خلاص موجودين بالمره، انتوا عندكم كتاب الامتحانات تمام، تمام. الكويزز، الكويز اللي موجود في كل ليسون في الكالكلاس. احنا خدنا 7 ليسون، عايزكم تحلوا ال7 كويز دول، نحلهم المره الجايه ان شاء الله. الاختبار الصغير اللي بيبقى على كل ليسون اللي هو حوالي 6 اسئله او 7 اسئله تمام، عايزكم تحلوه، ما هيبقى فيه اسئله تشوز واسئله السي بروبلم، عايزكم تحلوها في كل ايه، في كل درس. يبقى ان شاء الله هنشتغل فيه المره الجايه، هنحل الكويز اللي هي موجوده في كتاب المعاصر، 7 دروس بتوع الكالكلس ان شاء الله اذا ربنا اراد والوقت اتاح يعني بالنسبه لنا نحلهم كلهم، بس بشرط تحلوهم انتوا، لازم تحلوهم وتراجعوا الكالكلس كويس قوي عشان خاطر لما الواحد يراجع يبقى بيحل، يبقى خلاص يبقى انتم متابعين معايا، يبقى الموضوع مش طب يا صعب. مستر، ممكن تمام تبعت الريكوردات بتاعت الحصص عشان نعرف نراجع؟ ماشي اوكي، ما انا قلت لك كلميني امبارح بالليل ما كلمتنيش. أنا نسيت. حاضر، النهاردة إن ماشي شاء الله. ممكن. ماشي اوكي، ماشي، السلام عليكم. كل سنة.